احنا نريد شيخ هيثم يريد يتكلم عن الشيخ عمار صح؟ الشيخ عمار بن مختار بن ناصر الاخضري. ما شاء الله الله. تعرفوا شيخ عمار؟ اعرفه. له كتاب في الفرائض صح. على مذهب الامام مالك رحمه الله. عجيب. نعم. انا عندي كتاب ليس بذلك صغير. هذا كتابه الصغير. وذاك مالك. نعم. اذكر الشيخ انت وقت توفي الشيخ عمار رحمه الله ذكرت لي انه كتب في اخر الكتاب كتبه عمار بن مختار بن ناصر الأخضري الجزائري مولدا الزيتوني تعليما ما شاء الله المدني مستقرا ما شاء الله ومدفنا إن شاء الله تعالى. سبحان الله لا إله إلا سبحان الله دفن وقع هذا سبحان الله لا إله إلا تفاؤل طيب جزاه الله خير الحمد لله رحمه الله رحمه الله. عمار أذكر انه اظن كان دار الحديث دار الحديث نعم وكان في حده شويه نعم في نعم في نعم كانت في حده شويه نعم سمعت ولكن كان فيما اعلم انه كان رجل مستقيم وطيب جدا شارك يا شيخ في اخراج فتاوى شيخ الاسلام ابن تيميه مع القاسم ما شاء الله جزاه الله خير الله الجميع الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين.